اش مورش موديل شي طربول ما طربول شي صباغه صافي اللي كيتشد راه اليوم الجمعة يا جماعة يوم عرفة طبعا بعد صلاة الجمعة رحنا ناخد الحول ديالنا ناخد الخروف عشان نروحوا بقى البيت عندك شي 20 درهم عطيت طل دابا سمحوا لي طلع المرسل طلع هتمشي نيشة ناخد هتمشي نيشة شدي معاه هزي معاه اهو يا جماعة دخلنا الحولي ثاني في قلب البيت دوت طبعا الحولات لينا في بتوع الجيران في ناس هذا الحول بتاع الجيران وهذا حول الوليدة حماتي تبارك الله عليكم وان شاء الله يكون عيد مبارك سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية كاملة ونتمنى يكون كل المشاهدين في أحسن الأحوال ما وصل كل الفيديو بتاعنا وده بقى نروح نمضي السكاكين عند أخونا خالد شغال خدام اليوم في في الموز بيمضي الموس ايوه بقول له انا مضي بقى هذا الشاكور عندنا بسموه الشطور هنا بسموه الشاكور يلا تبارك الله عليك لبيك لا شريك لك لبيك إن مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كاملة تحياتي لكل إخواتنا المسلمين والعرب في كل مكان عيد الأضحى كبير مبارك علينا وعليكم زي ما انتم شفتم الحولي رحنا طبعا اتفرجنا على الحولي وبعد ما اتفرجنا على الحولي ضمننا عليه وبعد كده رحنا جبناه طبعا جبناه بعدها بيومين ثلاثة رحنا اشتري جبناه بقى خدناه خزناه عشان يبقى قريب من البيت يعني اللي هنعمل فيه الأضحية اللي هنعيد فيه إن شاء الله ونتمنى يكون عيد مبارك علينا وعلى المغاربة كاملين طبعا وقفة عرفات الحمد لله ربنا قدرنا وصلنا وقفة عرفات الحمد لله كانت يوم الجمعة والنهاردة السبت
لسه بقى العيد عندنا في المغرب يوم الاحد ان شاء الله. طبعا اخواتنا في السعوديه وفي مصر وفي كل انحاء العالم طبعا عيدهم اليوم، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك سعيد علينا وعليكم، وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات جديده ان شاء الله مع العيد مع الحولي الحول السردي الحول السردي وان شاء الله هو بقى يبان في الذبيح ان شاء الله، يبان زوين ولا لا، هو طبعا شكله زوين انما هنشوف بقى في الـ في الـ بعد ما يتذبح يبان. طب سعيد السردي ولا بلاش؟ نورت عايزه تعمل لي تضحك علينا المهم تحياتي لكم، وان شاء الله في الغد يبقى عيد مبارك سعيد علينا وعليكم، واللي عيدوا اليوم نقول لكم كل سنه وانتم طيب وعيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير ونشوفكم دايما على خير يا رب. سعيد الناس كيسولوا كيقولوا لك واش تبغي تعيد في المغرب ولا تعيد في مصر، شنو كتقول لهم؟ بزاف ناس كيكتبوا في الكومنتات والناس في الشارع يعني كيتلاقاو معاك كيقولوا لك واش تبغي تعيد في المغرب ولا في مصر وشنو كيعجبك؟ هو بصراحة الأجواء في العيد الكبير بالذات الأجواء بتاعته في المغرب لا يعلى عليها، لا غبار، زوينة تبارك الله يعني فوق الوصف يعني. بصراحة نتمنى كل الناس تيجي تعيد في المغرب تشوف الأجواء والطبيعة بتاعت المغرب في العيد، وإزاي كل واحد لازم يعيد يعني عشان يعيد لازم يجيب الحولي يجيب الخروف يعني العيد ويذبحه، يعني دي عادة جميلة وعادة هي سنة طبعا سنة مؤكدة عن سيدنا إبراهيم، وطبعا سيدنا محمد برضو عمل هذه السنة، واحنا طبعا بنطبقها عليه سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأنها هي سنة مؤكدة. وطبعا بقول لك لمن استطاع يعني مش شرط كله لازم كامل يذبح، كل واحد يذبح الحول بتاعه، حتى اللي ما عندوش الناس بتجيب له الحول لغاية الدار ويذبحه عشان يفرحوه ويفرح اولاده ويفرح اللي حواليه، ويبقى الكل الناس كلها فرحانه، ما فيش واحد اسمه ما عندوش في يوم العيد ما عندوش الحول بتاعه. وتبارك الله عليكم، ونتمنى رب يوصلكم الفيديو بتاعنا وانتم في احسن الاحوال، ويكون كل واحد ماضي بيمضي في الموز دياله في السكينه دياله عشان يجهز الحول في الغد. عيد مبارك سعيد علينا تحياتي لكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، انتظروني في فيديو تكمله فيديوهات العيد ان شاء الله، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونختم كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. الى اللقاء والسلام عليكم